صحيح صراحة انت مسكت مجموعة شركات جديدة ما شاء الله، برافو عليك. بقى لها حاجة غريبة الصراحة، بقى شاهي اللي كانت فاكرة الجهاز التكعيمي برجولة تمسك شركة، ده مين متخلف اللي وافق فيك واداك شركته ده؟ انا مش فاهم. انا ابراهيم النويري ابو، انا المتخلف اللي وافقت فيها ومسكتها شركة. معلش انا اسف مش قصدي حقيقي. طبعا لا لا بالعكس يعني. بس حضرتك تخيل معايا يعني شركه فيها موظفين ماسكاهم شاهي، قصدي حماره ما بتعرفش الالف من كتر الذره، يبقى كده الموظفين كلهم بهايم كلهم. ايوه فعلا. انا ما اعرفش حضرتك بيا، انا سامح سمسم، واحد من الموظفين البهايم اللي شغالين مع الاستاذه في الشركه. انا مؤكرم لما كانكم حلو قوي.